بالنسبه لك يعني من بعد هذه المقابلات اعداديه لكاس افريقيا انتصرتوا، يعني كيفاش جا الانتصار وكيفاش كتشوفوا المسيره ديالكم؟ دونك كما كتعرف سيمون، حنايا جوج المقابلات في الاعدادات ديالنا ديال كاس افريقيا، الحمد لله جوج مقابلات اللي وصلتهم لها جمعيه ملكيه مغربيه، ثلاثه اشخاص الاعاقه مشكوره على هذا الدعم، هذا الدعم اللي القناه عندها ومن هذه المواكبه ديالها باش توفر لنا هذه المقابلات اللي ماشي بسهل. كتعرف بان الميزانيه الجامعيه هي واحد الميزانيه زعما ضائله بالمقارنه مع باقي الجامعات، الحمد لله هذه المقابلات عندنا واحد الدفعه واحد الشحنه ايجابيه باش نواجهوا بها ونستعدوا باكمل وجه ان شاء الله لهذا القبلاصي. وكنا سبق وكنت باقي التصريحات اللي كنت معاك، راه الهدف ديالنا ان شاء الله هو اول اللي تيتلقى لحقاش هذو ولات هذو في واحد لاج دوغ ديالهم، كاين تبارك الله واحد العناصر اللي شوفوا فوقاش عاوزين يتجمعوا بحالهم، دونك خصنا نبروفيتيو في هذا الموضوع حنايا اللي حنايا فوق. ديما ان شاء الله نجيبوا هذا كوب افريكي سانتيام دي موند فيناليست ديال لا كوب بارا افريكا، ما فيها المهم انجاز، وانما الانجاز الحقيقي ان شاء الله هو اللقب، هو الكاس ان شاء الله نجيبه ان شاء الله للمغرب، وباش هاد الرايده تزيد تحت الصدى ديالها بهذا الانجاز ان شاء الله اللي قدم ديالها. بطبيعه الحال الانتصار مع بولندا هذا ماشي فرق اللي سهل، فرق اوروبي يعني تا هو كيستعد كاس اوروبا يعني. بولونيا راه هما ديجا سيساليو ديما هما الدوزيام في لا كوب دوروب من بعد تركيا، فرق اللي زعما مونطار، علاش نقول لك عندهم واحد طريقه لعب مع المدرب ديالهم تقريبا معاهم هذه واحد السنه ونص، ديالهم لو سيستيم ديال الفوتسال، كان اونترينور كان في الفوتسال، الحمد لله كنظن انا تفوق في تكتيكيا نص ديال الملعب هو اللي ما كانش كيفوتو كيف كان حنا في المدينه البريسينغ هو، دونك الحمد لله زعما اللاعبين داو التعليمات اللي زعما مطلوبه منهم، والحمد لله استطعنا باش تفوقوا عليهم. النتيجه ما كتعكسش المستوى ديال الفريق البولوني قدر ما كتعكس هو التطبيق ديال اللاعبين، هاد الامور اللي زعما خدمنا عليها في هاد المعسكر اللي داز. يعني من خلال هاد المقابلتين واش بان لك يعني الفريق اللي غادي تمشي به لمصر؟ بيان سيغ بانا، وهدرت معاهم في اخر يوم من بعد الماراثون ديال توزيع الجوائز للفريق البولوني، كنا تجمعنا في واحد الدردشة مجموعين، لان الهدف ديالنا هو ندي واحد 15% جوار، كاين دابا 18 تنحيد ثلاثة، عندنا فائض مثلا في اللاعبين ديال الهجوم، دونك غالبا يكون موجود العناصر من الهجوم واحد العنصر من الدفاع، دونك الملامح ديال التشكيله غاتمشي ان شاء الله مثلا طالحه، مي غيكونوا هاد العناصر يبقوا معنا حتى هادي دوستاج ان شاء الله في دو مود رمضان، حيتاش عندنا جوج اللاعبين كينشطوا في الديال الاوروبيه ما غيكونوش معنا في هادي دوستاج، غيبقى دو جروب مواكب معنا ان شاء الله قبل السفر ان شاء الله بواحد الاسبوع ان شاء الله تساعد نحددوا التشكيله النهائيه. سيسمان شكرا جزيلا لك والله يوفق الخير. الله يحفظك سيمون، شكرا بزاف على حفظك.